غير اليوم اليوم غير تعال تعال دلك كم خيال اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد بعد حي انت الله يا بعد حي ابو فراج الله يطول عمرك ويرحم والديك هذه شوطة إجابة البزنس ما هو علم عليك يا سيوف الله يطول عمرك يا بعد حي سيف تفهم من هنا احذف اقرا بس حتى يا الله يطول عمرك يا معاذ يا بعد حي اخوي بسم الله انت ايجابي بقلوبنا اي بعد حي والله انك تستاهل في ذمتي في ذمتي والله يا بعد حي بس بس والله لو مش طيب حط هاي لمك شميته حط عندك تاكل وينك يا سعود عن هالسمبوسه وينك يا سعود وينك عن هالسمبوسه يا سعود دق دوقه لا كيف سمك كنا بلا بلا تعرف البلا بلا 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 والله يلا ما باقي شيء الله ولا اخر شوي ويجون لا يوزق الحين يا ربع دام اني خيت اجاوب الاسبوع ابو فراج لبيه دام اني خيت اجاوب الاسبوع يعني اقدر اروح اكلم جوالي لا ما لا ما لا تفهم ولا ما بالله اخي ليه؟ الف نقطة يا احمد تستاهل لكن والله تستاهل ها ما يصير اروح اكلم احاول فيهم يمكن والله بروح لمحمد عيسى لا 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 على صقبه هنا لبيه وين الملاعب؟ لم يضبطوك الليله تشوفهم هاي هين ما عليك الحين اصقبه محمد عيسى هلا اقابله هالفجر اليوم اي بعد بس بس هذا خلاص حذا عليه شو الحدا ها الحدا اللي قاعد اضبطك يا بعد وجعل والله فيه العافيه ما عشان يجحدك يا خالد يا اخوي اخوي انت يا اخوي ليت الناس نفسك تكفى قسما بالله والله العلي العظيم منها قمة الأدب وقمة الأخلاق فيك يا ذا الآدي عسى الله يزيدك ولا ينقص يا بعد رب العالمين وما راح تكسب إلا السماء عم بده يحتك يا بعد وجهي والله ما بتحتك بشير والله مسعد حقيقي إن أخوانك وبشير مسعد طول عمرك يا بعد حي طيب الحين سؤال شباب شو الفائدة من إيجابي السماء؟ إيجابي السماء طال عمرك إنك أنت إنسان إيجابي في الأسبوع متفاعل عجيب على عمرك أعطوك ألف نقطة تستاهلها ألف ولا خمسمائة خمسمائة بساكن ألف عجيب إيه؟ لا لا خلاص سلمنا من هالبرايم هذا الحمد لله إبراهيم سلمنا منه سلمنا سلمنا من هالبرايم اللهم لك الحمد وين الملاعق قربة ودي أكل معه بدك تأكل وين ملاعق عيال وين الخبز؟ هلا هلا يا خفيف الدم يا فتنة المفتون أحمد لبيك شوف موضوعك حقت الليلة الشمالية أبشر لا هين ما عليك أبشر بس عادك هذه حق شوف الموضوع اليوم يسافر اسمع أحمد لبيك شوف الموضوع علمني وأبشر بالوقفة معك يا بعد حي أنت الله يطول عمرك يرحم والديك شوف جلالك يا أحمد كلنا أمورنا طيبة ضروري والله ضروري والله كثير يطلبون عندك خلص روح خلص قبل محمد عيسى ابي اقعد الفجر عنده لا لا ابي الجو ترى كثير اللي يطلبونها منك ها كثير يطلبوها من عندك ابي اروح اشوف فرحه الوالده اجل عمرها سنين جيب جيب لي ملعقه معك تعال يا غايتي يا منيتي قولك عقب برنامج ان شاء الله بروح الى عمك ابو محمد وين ابو محمد ايش فيه لازم نشيله شيله نمشيه بنزوره ابو محمد تبي تروح له مرحبا والله مساء شاكم وين عندكم ولا الخبر ها الخبر وانتو الرياض العماني بعض ثلاثة منهم في الخبر الشرقية الخبر دمام رأس النور والرياض تعتبر تابع ليه الرياض لا يعني في أي منطقة الشرقية ولا الرياض الوسطى المنطقة الوسطى الوسطى العاصمة الرياض المدن هي اللي تتبع للرياض
لا ما اقصد الرياضي الاساس لا كل شيء ما اقصدك ليش تابع لاي منطقه يزين الرياض اقصد لك مناطق عرفت لا المنطقه الوسطى محافظات المنطقه الوسطى الرياض هي العاصمه العاصمه عارف الرياض العاصمه بس اقصد لك ان عندنا مثلا الشرقيه الداخليه فهمت مسقط ها طلب الجبل اسمع ما طلب الجبل طلب الجبل خطيره بالجبل ليش سموك محمد ليش سموني محمد على حد على جدي محمد صدق احس يصلح لك شيء ثاني ايه المفروض اسمك مثلا يركب عليك مثلا اسمك مثلا نجر حلو ولا مثلا فنجال حلو دائم سموني ولا مثلا اسحله حلو سامي حلو بس انا سموني على جد محمد ليت قديت له غديت له صدق عادي على الطيب الله يبشر زين وانت من مزمنك فلاح ما يفرق يدي مشكله ما انت رايي شوف كيف ما لا عين في ضحكت انا مسميني فلاح فين راجل؟ طول عمرك يا ابو عمرو. لا قربيني. انا اوريك. من سماك فلاح؟ اللي يتعشى ويخلص يشيل اصحونه. من قال يعيش؟ من قال يعيش؟ من قال يعيش؟ سموني فلاح على عمي فلاح طال عمرك. على عمي فلاح. والله نعم. ما عليك زود. نعم. ما عليك والله زود. نعم بعمك فلاح عليك صوت ليه تأخير مرفوع ليه ما تعلموني ليه ما تتاكلون تخلوني أنا هو قدام اخترت عليه يا أنا إمبراطور أنا ماني بأمك إمبراطور ترى ليه ما تغسل حق الوقت يقول ليه ما جاي هدية الوقت وينها؟ ليه ما تقوم لصلاة الظهر؟ ها؟ الثاني يقول ليه ما تقوم لي الغداء؟ الحين لا يقول له عشاء شو هذا يقول؟ الامبراطور ما يجي هذا كله عشان حب مسؤول رعاية كم اخذت نقاط يا بطل؟ كم؟ ايش ترى؟ ما تحسب والله ما بعد حسبت يا على ما ابي طلع ذا شو هيدا؟ شو فاين؟ خلوه كذا حلو هني حمصوني متبل هني عشان يقولون سلام على العشاء لا عشان يقولون يا سلام على الطبخة عرفت من أثار الطبخة من حلاوة الأكل والطبخة كلت بلحس ومن الكرامة بعد يا أبو فراد من الكرامة يعني ايش يعني لجنبك ولحيتك قسم من من عفاتك شرب زودك يا اخي ما ادري كيف احس عايض اطلق منك ها؟ عايض بالضراد وش فيه؟ تحس انه ايش؟ اطلق منك احسن منك عايض اطلق مني واطلق من الرجاجيل واجد ونعم جوالك حمد ونعم تبيني اقول ما عليك زود ما نبقى بيض الله بيض الله وجهك الجمهور ليه؟ عدت النقاط عدتك انت؟ تستاهل وش اسمها هي؟ من نور مدري منيره
انا صار ما اعرف متى جات وقلت قبل اعلنوا عنه ولا هم اعلنوا هني بدون تحيز ما كنت موجود او ما سمعت ثاني مره بقول اذا اعلنتوا خلوا العيسي يسمع احسن خلاص اعطيك شيء سمعت اول وحده تذكر اول وحده ها وسمعت وحده الثانيه اللي بعدها اسمها من اسمها اسمها بنوبه اسمها لا اش اش وي اش اش بس اهدتني ذيك وهدت خالد السهلي وهدت بس انا دوني ثلاث وكيلات الان يرضى الله وجههم دائما وابدا يستاهل الاسابيع تمشي بسرعه يا ولد صح؟ نعم والله تمشي بسرعه هلا سم طال عمرك احس وش احس فيه وانا قاعد اكل؟ انا مستانس مو لاني انا اخيت اللي جنبي مستانس لاني ادري بردة فعل اهلي هو هذا اللي مونسن قل امين اسال من الله ان الله يحفظها لك ويخليك ويخليك والدك يا رب العالمين هلا يا لبي أيوة. والله احس بشعور كني حمامه اي والله حمامه قاعد على كرسي شو حمامه ما ادري والله بس حمامه ها حمامه خالد من فئته ايش حمامته هو حمامته هو انه حمامته من فئه الانسان الحمامه بشكل عام هذا يبي يدبل تبودنا اعرفه هذا الولد هذا اعرفه يبي يدبل تبودنا يا شيخ يا شيخ فلذلك ان شاء الله محمد عيسى يعطيك الجوال باذن الله باذن الله والله صدق والله صدق لو كلمت الوالده بس ابي منك طلب ابي شو بس ابيك لو كلمت الوالده تسلمي عليها يوصل بعد راس انت تكفى سلمني عليها ما ادري اذا ما وصل الحين سلامك تكفى سلمني عليها يا رب يخليها لك يا بعد راس يا خالد الله يرزقك برها يا رب العالمين ترى الامهات والوالدين بشكل عام لا يعني بالحياه والله نعم اسال الله يرحمها بعد وجهك يا رب العالمين ترحم والديك يا بعد راس انت والله فرحت لك اليوم انا يوم ان دخلنا كنت بدخل بوجهي ومعاذ يوم ان اقبل عليه قال احمد انت اليوم ان شاء الله اليوم انت معاذ غرامه قلت له تدري اي دقيقتين اقعد قدام هالشاشه تدري عاد والله كنت بروح رب الكعبه ازدح هنا والله انك ما حلفتني اني فرحت لك فرحه كاني انا اللي ماخذها يا بعد والله ادريبك من طيب راسك يا خالد الله. والله اني ادريبك يا خالد والله تستاهل والله من طيب راسك ومن طيب ليتك وتربيتك يا خالد بعد راس انت الله يطول عمرك ويرحم والديك هذا والله جليل شيء جليل في حقك يا بعد راس اي والله يستاهل عويس يستاهل يستاهل محمد تبي اجيبك مويه؟ تبي مويه؟ لا يا بعد راس انا بدخل اجيب لي مويه تبي مويه اجيب لك؟ لا لا يا بعد بجيبك مويه اللي جابني هذا ايجابي كل يوم يا بعد راس يا ابو فراج يستاهل يصير ايجابي والله كل يوم يا بعد حي انت يا ابو فراج الله يطول لي عمرك والله العظيم قسما بالله انك طاقه يستاهل الطيب يا طاقه ايجابيه اي والله يا بعد راس انت يطول عمرك بعد ما اضربها اضربها هي تكفى هذه المن هذه المن من وين وليك من وين ابتو طيب اعطني رفيقو من وين الكولا
بداك بأدلة بداني في الشنطة في الشنطة بداني بتعرف السوء انت لو تبغى عيوني اعطيتك تسلم انا عيونك خلاص 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 حق الرجاج يا نور يا اخي يلوموني بحب اهل السعودية الله يعز الملك ويعز انا انا لبيتهم لا لا انا فاضيين العلم الحين لا طلعنا بس والله انا حلف العلم زين ولا شيء والله يا ذني لا حمرة تعرف انها بقبلي بس ابي اعطيك علم يلا تعال تعال انا بعد عجل تعال دقيقة ما تعرف ابي اعطيني علم ابي اعطيك علم ابي اعطيك علم يا حمد ما ابغى اجي لكم عيد تعال علم 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 شد بقك عم بحبكم شد بقك تكفى نادي عمرو مني تعال حمداية بديت الأذون الحلوين تعال بابلك سمكاية تعال شاورني تعال بس ابطح نادي تعال افتح بقك لا والله ماضي ما ابيها سمكاية ابي لا ابي اهلا تتقرف سمبوسة على حالك تتقرف وشو يقرف يعني انا حاط لي سمبوستين والدجاجتين صغيرة مدري سمكتين سمكتين اقصاد عنده خلي شيء ذي ما بقصاد بس ما بي الاكل يبقى عنده هي خيار خلص هلا بالإجابي لبيه إجابي أسبوع يا حلو إجابي عند مرض إجابي السنة وأسبوع أنت إجابي برنامج يلا عطك زال في دمتك سيد بيتزا لا لا يا غزل يا عيد أكل 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 تدري عز تلمن تدري عز تلمن انا بغير الاسم بغير الاسم ابوي بغير الاسم ليه والله تعب هو يعطيك كم يعطيك في البسحه لا شوي يا عبد اي والله اني عاود كم يعطيك في البسحه انا يعطيني 50 خلاص هات يا حبيب والله لو انك تاكل عقد هبيه 50 في البسحه خلاص قصك 50 50 يبيك يا عبد لبي يا عبد ها اوقات اوقات اخر اسبوع لكن اذا خليت قبل اسبوع اعطيه 50 هذه عصا وين الايجابيه في الموضوع؟ ماجد عبود الواجد ماجد ماجد علق علق ماجد علق الماي ها علق الماي اذا ما خليت الخبراي 150 ما تنبعك والله اني بزعيك والله دق والله الهديه اللي تلبسها ما تنبعك هو من انت رفيقي انا بغيرك ما ابغى رفيقي بغيريك هو من جنب رفيقي لبناني من الديره هذا مو بلبناني هذا لباني هدي يا الهربي يا الهريبي خبره اعلان خبرة هذه عندي هذه يعني خبرة لا يا بس انت ما انت داري انت عندي يعني مطعم انت هادي يا حبيبي السلام عليكم كيف الحال شو بدك بربيع ما سويت الله اي شيء الرجال والله طقطق علي حبيت اداعب حبيت اداعب شويه ايوه اشرب اشرب يحسب اني اجلس 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 انت فيك فرط حركه اجلس تبي تبي كولا راح اجيب لك من شنيطتي راح تعقص تعقص والله اللي يدقها بقفل والله انا فاتحه راح 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 والله ما فيها قفل نذر ما فيها قفل راح ترسلني تبيح العصيرات انا ماجد تقاسم الخبز مدلل لكن لكن عصير في نص لكن ان بغيت انت الكولا حقي واصل يدي لبى والله قلبك ما في والله ما في خاطري بغير تدم ما ادري مو في خاطرك اخي تعبان والله تعبان ما ابي الحقك ما ابي الحقك تعب اي بس تعب حبزه فاضي انا بخليك تشرب بس بيجيك تعب تضحك علي زود اقول انا اسف يا ولد تعبان والله العظيم ما بتطعم والله اني تعبان وغصب على خشمك والله اني غصب من طيبه من طيبه من طيب خاطر خل الغصب والله تعب يا اخي اجلس 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 ما حتى ما اعرف لا جعل في ذمك جعل حنيه قلبي والله جعل طيب راسي ابوك تعشيت ما احب هاي يا طيب راسك طيبه اما انت يا ابو عبود ابو سعد انت غير عبود 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 لا تشرح مع الغنم عودت الغنم صدق صدق انت اللي تصرح مع المعزه سواتها صدق ها يلا خذ خذ من خشمي الله يرحمه اي متى تعرف تجيب علي تستاهل يا اخي طيب ايش فيها المعزه ها ايش فيها المعزه هوي ما فيها شيء لكن هبيتك معها من ضمنها يعني ما فيها شيء يا عنز ما
انتم كيفك عاد الله يطول عمرك يجي منك اكل لكن من ارضيات الكفو اي ذي الغالي اي سبعه اي قال كذا اجيبه كذا الوحش ايجابي اللي يطلع على شارع الوحش الوحش اي اللي ما والله العظيم ما منك لحظات لا بحط مبارك على ظهر تبيع اكل نعم منونا من الدبل دي الله لا يوفق العدو ايش عندك يا زادوبك انت زادوبك ايش عندك يا زادوبك ليش والله اللي تسبب على عمرك ثلاثة ثنايا لا لا انت تدري دوك تدري انا شغلني والله العظيم ما دريت والله